عشيت حلو؟ لسه. على فكرة مبروك براءة كده ومن أول جلسة، ليه العبقرية دي كلها؟ حاتم أرجوك، الظاهر إنك مش حاسة بنفسك يا هانم ولا بالكلام اللي بيقولوه الناس. حاتم من فضلك، من فضلك أنت بقى، فوق نفسك ولبيتك ولولادك. دي مش عيلة، دي يا عصابة. أنت إيه؟ لعلمك القضية دي جرجرتك وبقيت فعلا منهم. أنت متصور إن أنا مشترك معاك في الجريمة دي؟ أنا فعلا فوجئت باللي حصل ده في المحكمة، فوجئت بإن القضية منتهية من قبل حتى ما تنتهي. أنت مش متخيل أنا كان شكلي إيه قدام نفسي وقدام زملائي وأساتذتي، وفي نفس الوقت مش قادر أقف ضد بواقي أخويا. كنت عارف أعمل إيه؟ لو أنت بطلعي كنت عملت إيه؟ حاتم، أنا قطعت علاقتي بأبويا وأخواتي. هتقدري؟ هحاول، وأنت يا حاتم لازم تساعدني. أنا خايف عليكي وعلينا يا أمينة. خايف منك. عملية أسيوط وطريق وحات راحوا منها. مين اللي خدهم؟ أدهم فيومي. والبنوك قلدت كل الاعتمادات وطلبت تبسيط كل خطابات الضمان اللي باسمها. في حاجة أهم من ده كله. إيه تاني؟ مجدي الفيومي. مجدي الفيومي اجتمع بكل مديرين البنوك وبيحاول يلم 3 مليار دولار من مصر وبره مصر. كم؟ 3 مليار دولار. واضح انهم داخلين عملية سلاح كبيرة قوي. غبي ومتكبر كمان، فاكر نفسه إله. مصطفى، تحت أمرك. أنت جاهز؟ في انتظار أمرك. مش هتأخر عليك، هنزلك بسرعة.